بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من الساعه 8:30 8 ل 9:30 عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. وزي ما تعودنا مع حضراتكم الحلقه بتبقى جزئين، الجزء الاول مجموعه من الاخبار اللي تهم جمهور النادي الاهلي، جمهور الرياضه بصفه عامه، وايضا الجزء الثاني بيكون معانا ضيوف. ضيوفنا النهارده زي ما قلنا لحضراتكم زمان العمر مجرد رقم، ايج از جاست ا نمبر. والحقيقه احنا مش بس بندور على قطاع البطوله، لا بندور كمان انه دايما نحافظ على الرياضه كجزء مهم جدا في حياتنا. عندنا في النادي الاهلي سباحه الاساتذه دي من اول ما اللاعب يبطل لعب في السباحه الى ان يعني يوصل من العمر تمانينات تسعينات لو حابب يقدر يشارك في بطوله الاساتذه. والحقيقه الاتحاد المصري بينظم وفي بطولات وفي دنيا كبيره جدا ومجموعه كبيره جدا من السباحين والسباحات. وزي ما قلت لحضراتكم بعد ما تبطل يعني ممكن اللاعب يبطل 30 سنه مثلا 28 29 ايا كان السن لغايه ما عندنا نجوم وابطال كبار جدا في سن الثمانينات. الحقيقه الحاله دي لازم توصل لمشاهدينا ولازم توصل لجمهور الرياضه، ان الرياضه مش بس تتلعب على مستوى بطوله واولمبيات وافريقيا والكلام ده كله، ومع ان الاساتذه كمان ليهم بطولات دوليه وبطولات عالم وبيشارك فيها مصريين وبيحققوا نتائج وكنا استعرضناهم مع حضراتكم قبل كده. النهارده هيكون معانا طبعا سباحه مصر في الاساتذه وهي كانت نجمه كبيره جدا وهي ما زالت بتلعب عمومي وبطله افريقيا وبطله مصر وشاركت في بطولات دوليه كتير، هيكون معانا مي عاطف سباحه كبيره جدا وبتلعب كمان دلوقتي في الاساتذه. هنشوف تجربتها قبل وبعد. وهيكون معانا طبعا سباح النادي الاهلي وسباح مصر منتصر كابتن منتصر عوض احد سباحين الاساتذه، يمكن جايبين عمرين مختلفين. الموضوع مهم واحنا شايفين انه مهم يوصل للساده المشاهدين وعشاق الرياضه المصريه، خاصه ان توجه الدوله المصريه كلها دلوقتي ان الرياضه جزء اساسي للمحافظه على صحه المواطن عامه، مش بس تبقى متابع اخبارها ولكن تمارس الرياضه ايضا. ده الجزء الثاني في حلقتنا وهيبقى معانا اخبار كتير في السباحة والأساتذة، أتمنى متابعة حضراتكم. خلينا نروح للإنترو بتاعنا. طبعا مش هيفوتنا ومش هننسى أبدا نبارك لجمهور النادي الأهلي، نبارك لمجلس إدارة النادي الأهلي، ونبارك للاعبين والجهاز الفني والجهاز الطبي والإداري وكل الناس على طبعا فوزنا امبارح في مباراة فيتا كلوب. خلينا أقول لحضراتكم أنا مش بس هتكلم عن الفوز لأن إحنا تابعنا المباراة والأداء فوق الروعة وفوق الجمال، أنا بس هتكلم عن الظروف اللي كانت قبل المباراة. لو نفتكر كان في حالة من عدم الرضا في تعادل المباراة، سيل من الفرص مع فيتا كلاب هنا في مصر وللأسف لم نوفق، ولكن أنا اللي عايز أقول عليه ظروف المباراة وتعامل الإدارة والجهاز الفني واللاعبين مع الأزمة، هو ده الجميل في النادي الأهلي، هو ده اللي بيميز النادي الأهلي، هو التعامل مع الأزمات. خليني أقول لكم أنه طبعا مروحنا هناك كان في مطر قبل المباراة، بنلعب على ملعب نجيلة صناعية، وما أدراكم ما نجيلة صناعية والحبيبات السوداء اللي بتخش جزم اللعيبة والحرارة والكلام ده كله، كل دي معوقات، ولكن النادي الأهلي تعامل معها بشخصية البطل، شخصية الفرقة اللي عارفة عايزة تعمل إيه. أنا أساتذتنا في كرة القدم وفي الاستوديو التحليلي والكابتن أيمن وكل الناس تحللوا المباراة فنيا، ولكن الحاجات دي هي اللي بتجيب المكسب طبعا في الآخر، ويمكن دي اللي تهمنا أنا، إنه تعامل الإدارة، تعامل الجهاز الفني، تعامل اللاعبين والاصرار على الفوز، ان احنا طالعين نكسب بره ملعبنا، احنا مش طالعين نأدي اداء مشرف، لا طالعين نكسب، والمكسب لما يجي بعد عناء وبعد تعب ومعوقات المكسب هنا بيبقى ليه طعم تاني خالص. طب خليني اقول لكم كمان حاجه مهمه، السنه اللي فاتت شفنا كابتن محمود الخطيب رئيس النادي وهو رايح مع الفريق في موقعه الهلال، مباراه الهلال كانت بره وكان في شد وشحن جماهيري ومحدش تنصل من مسؤوليته، بالعكس كان في دعم للفرقه كبير جدا. نفس الكلام كان موقعة فيتا كلاب وشفنا الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي وهو موجود مع الفرقه وبيمارس مسؤولياته وبيدعم الفريق. فاحنا طبعا والجمهور النادي الاهلي كمان كان داعم اساسي. فالنادي الاهلي ما بيتعاملش بالقطعه، النادي الاهلي بيتعامل بموسم، ما بيحاسبش الجهاز الفني على مباراه او اتنين، ولكن بيتعامل بنهايه الموسم. دايما كان دائما يحصل ضغط وبعد اذنكم المدرب ده يمشي وضغط جماهيري والكلام ده، والاداره تصر وتبقى ليها رؤيه معينه، وفي الاخر الايام بتثبت ان الرؤيه كانت صحيحه، ان لازم الاستقرار في الفرقه ولازم احنا ما عملناش حاجه ان شاء الله، واكيد اللعيبه والجهاز الفني عارفين كده. دي موقع الحمد لله ربنا كرمنا فيها، لسه في مباريات جايه وان شاء الله النادي الاهلي هيكون في الموعد
ومحل ثقه الجماهير، وهيكون دايما هو اللي بيفرحنا. فدائما دعم الجماهير، وخليني اقول لكم مش بس في الكوره، لازم دعم الجماهير في كل شيء. ونتكلم بعد الموسم، واكيد النادي الاهلي بيحط ايده على المشاكل. بتكلم بقى على الالعاب الاخرى، لو عندنا مشاكل النادي الاهلي حاطط ايده على المشاكل وعارف المشاكل ايه وعارف الامور ايه. ولكن احنا كدورنا كجمهور صدقوني الدعم، مش هنخسر حاجه لما ندعم، ندعم ونقف جنب فرقتنا ويبقى في ثقه، وبعد الموسم نتكلم. هو ده النادي الاهلي. هروح لحاجه ثانيه. النهارده مشهد جميل جدا، كره اليد سيدات، فزنا على نادي الزمالك وحصلنا على كاس مره الكاس مصر للمره 33 في تاريخنا. المره كام يا كابتن هيثم؟ ال 33. فزنا على نادي الزمالك بنتيجه 27-20. المباراه اقيمت منذ دقائق او يعني مثلا ساعه او اثنين او ساعه ونص انتهت، وكان طبعا حضرها الكابتن محمود الخطيب، وكانت بتقام في صاله 6 اكتوبر، صاله شباب ورياضه في 6 اكتوبر. طبعا شفنا اداء طبعا فني رائع من كابتن يحيى يوسف المدير الفني، شفنا حارس المرمى غدا حسام، سندس خشانه، دعاء حلمي، نصر عيد عبد الملك، فريده، ساره حسام، ساره الخولي. طبعا انا مش عايز انسى حد، تالق كبير جدا من كل اللاعبات، يعني تسيدنا المباراه من البدايه للنهايه. الجميل بقى واللقطه الحلوه وجود كابتن محمود الخطيب في المباراه. طبعا لم يشغله ابدا اهتمامات كره القدم والمطالب الجماهيريه والفريق واهتمامه بالفريق وما ادراك كره القدم ومسؤولياتها، ولكن راح حضر بنفسه مباراه طبعا نهائي كاس مصر كره اليد، وده دعم معنوي كبير جدا. انا لما كنت لعيب واشوف رئيس النادي وقيمه زي كابتن محمود الخطيب بيحضر المباراه، في الحاله دي بيبقى دعم معنوي كبير جدا. نزل سلم على اللعيبه، سلم على سبورتنج الثالث، راح سلم على لعيبه نادي الزمالك، ضرب مثل للروح الرياضيه، ضرب مثل لنبذ التعصب. الحقيقه كانت لمسه جميله جدا، وكابتن محمود الخطيب اللي راح بنفسه نص ملعب نادي الزمالك وسلم على اللاعبات، الحقيقه دي رساله كبيره جدا لنبذ التعصب، ورساله كبيره جدا انه الروح الرياضيه مهما ده مهما كان في الاول. خلي بالكم السلام بعد المباراه حاجه وقبل المباراه حاجه. قبل المباراه انت مش عارف مين اللي هيكسب، يعني انا لما اروح اسلم على الخصم قبل المباراه انا مش عارف مين اللي هيكسب. ممكن اكون بعد المباراه كسبت فراح اسلم على الخصم، انا معنوياتي كويسه ومبسوط وبتاع، اروح اسلم على الخصم بتاع، انما بسلم قبل المباراه، هي دي الروح الرياضيه. وحتى بعد المباراه برضو دي الروح الرياضيه. بس انا اللي بقوله ايه، بقوله ان في الاول والاخر دي رياضه، وكابتن محمود الخطيب النهارده بيضرب مثل ان حتى رئيس النادي ما عندوش غضاضه ابدا انه يسلم على المنافس، وفي الاخر الملعب هو اللي بيحكم. الف مبروك لفريق كره اليد طبعا للسيدات، واكيد هيكونوا معانا وضيوفنا ونحتفل بيهم، وان شاء الله مستنيين منهم الدوري اللي احنا لغايه دلوقتي اول الدوري وبفرق 7 نقاط. وخليني اقول لكم ان الفرقه دي السنه اللي فاتت خسرت اللقب، ومع ذلك النادي الاهلي دعمها بسندس خشانه اللاعبه التونسيه الدوليه، ودعم الفريق بقوه. وكابتن يحيى يوسف طول عمره طبعا كان شغال مع الرجال، مسك فريق الانسات في نهايه الموسم بعد اللي فات، بعد عوده النشاط من كورونا، اسس للفرقه، اشتغل عليها كويس. الف مليون مبروك. هنتكلم كويس قوي عن الفريق وهنديله حقه، لانهم عملوا انجاز كبير النهارده، الفوز على الزمالك 27-20 في صاله 6 اكتوبر. الف مليون مبروك. خلينا نروح لاخبارنا، وزي ما تعودنا اخبارنا بتكون في البدايه كره اليد. طب ليه كره اليد؟ لان هي دائما ابدا بنتائجها فرضت نفسها كلعبه شعبيه ثانيه بعد كره القدم. المستوى الرائع اللي بيقدمه منتخب مصر ده بيخلينا دايما نحط كره اليد في مكانها. هنروح نتكلم عن الفريق الاول لكره اليد طبعا بقياده الكابتن طارق محروس. الفريق خلاص بيستعد لمواجهه الطيران بالدوري. طبعا انتوا عارفين الدوري توقف فتره عشان المنتخب كان معسكر في المركز الاولمبي في المعادي، كان عندنا معسكر مع المنتخب في اسبانيا اتلغى نتيجه التوصيات الطبيه للجنه الطبيه في اللجنه الاولمبيه. وخليني اقول لحضراتكم ان اول مباراه لينا مواجهه الطيران ان شاء الله بدوري المحترفين هيكون يوم 19 مارس. وبفكركم ان احنا لعبنا ماتش مع الزهور، ماتش ودي، وفزنا نتيجه 38-32، بس كان بغياب اللاعبين الدوليين. اللاعبين الدوليين رجعوا من المعسكر انضموا للفرقه، والمهمه صعبه اليومين دول عشان ترجع تاني التناغم للفرقه. عندنا 4 اصابات، عندنا باهر البدراوي اصابه، عبد الرحمن طه اصابه، عندنا احمد هشام سيسه اصابه، وممدوح طه اصابه، بيجهزوا عشان يلحقوا الفتره الجايه. احنا في المركز الثاني بعد نادي الزمالك بسبب طبعا المواجهات المباشره، بس في نقطه مهمه جدا عايز اقولها لحضراتكم. احنا حتى الان طبعا منتظرين قرار الاتحاد. احنا المفروض اول 4 استئناف الموسم اللي فات. طبعا احنا هنخش في الاخبار المحليه اكلمكم باستفاضه عن اللي حصل طبعا ووجود لجنه مؤقته لاداره اتحاد كره اليد، بس احنا ما زلنا مصرين على حق النادي الاهلي والفير بلاي ان احنا نلعب بالقائمه الجديده. عايز تكسب اكسب بوضعك الحالي، وما تعتمدش على غياب لاعبين عشان تكسب. الرياضه مكسب بشرف، مش مكسب بس، لازم تكسب بشرف وتكسب بتكافؤ فرص. واحنا ما يسعدناش ابدا كنادي اهلي ان احنا نكسب بطريقه
فيها نوع من انواع انغياب لعيبه من الفرقه الثانيه تديني ادفانتج، لا بالعكس الفرقه تلعب كامله واحنا نلعب كاملين، والمكسب والخساره بيد الله سبحانه وتعالى، كله بيستعد وفي الاخر النتيجه بيد الله سبحانه وتعالى، منتظرين قرار الاتحاد. ونامل في المجموعه المحترمه اللي موجوده دلوقتي واللي هم كلهم كانوا كباتن مصر في يوم من الايام، ان هم ينظروا بنظر نظره العدل، نظره العدل ان احنا محتاجين نلعب ويبقى في فير بلاي، اللي يكسب نقول له الف مبروك واللي يخسر نقول له هارد لك، هو ده الرياضه. النهارده كابتن محمود الخطيب ادانا مثل في ده، مفيش اي داعي من دواعي التعصب ولا اي يعني روح الرياضيه هي دي الاساس. خلينا نشوف قراركم، ويا جماعه بعد اذنكم ده يبقى من اولياء قراركم، لان خلاص 10 ايام 12 يوم المفروض 1 ابريل باين و4 ابريل المباريتين المتبقيين في الموسم اللي فات، منتظرين قراركم ونشوف. خلينا نشوف. طيب هنروح لكره اليد، شباب كره اليد مواليد 2000 بقياده الكابتن الكبير قوي واللي بحبه جدا جدا واللي كان نجم النادي الاهلي كابتن صابر حسين، فاز على فريق بترول اسيوط بنتيجه 24-14. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل، وكده فريقنا بيحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطه بفارق نقطتين يعني الزمالك وسبورتنج، بس في نقطه ان الاهلي ليه مباراه فاضلها مباراه متاجله. تمام، يعني هم لاعبين مباراه ازيد منا واحده، فاحنا لو كسبنا ان شاء الله نرجع لمكاننا الطبيعي. كاميرا برنامجنا الابطال كانت موجوده في ماتش بترول اسيوط امبارح وسجلنا التقييد ده، خلينا نشوف ونرجع لحضراتكم تاني. النادي الاهلي طبعا لينا شكل معين، لينا اداء معين، لينا مستوى ولينا اسمنا طبعا، فما ينفعش ننزل على المستوى بتاعنا الطبيعي ايا كان باللاعب مين، وده برضه يعتبر نوع من الاحتضان للخصم يعني، يعني احنا ممكن النهارده بنلعب اخر الدوري فما ينفعش طبعا نستهتر بيه او نلعب بشكل وحش، احنا بنجهز نفسنا وبنجهز لعبتنا وبندي فرصه لاكبر كم من اللعيبه، خصوصا النهارده كان النهارده شارك حوالي 5 لعيبه من فرقه 2002 مع الفرقه شاركوا بشكل اساسي بشكل كبير يعني، فبنحاول ندعم. زي كمان احنا الايام دي عندنا مشكله ايام الامتحانات في لعيبه مش موجوده وفي اصابات، فبنحاول نعوض ده من فريق الشباب، والحمد لله الدنيا ماشيه كويسه الحمد لله، وكده زي ما انت قلت احنا ده بروفه لنهايه الكاس ونهايه الدوري ان شاء الله. المباراه يعني كانت سهله شويه، مش ماتش يعني نهائي ولا حاجه كبيره، بس النادي الاهلي طبعا بيلعب بنفس الشخصيه في كل الماتشات، ما بيفرقش معاه يعني فرقه تقيله فرقه خفيفه عادي، فبس فعشان كابتن صابر وكابتن طارق محروس كان قبل المباراه بيتكلموا معانا في حته ان احنا لازم يعني تثبت شخصيتك في الماتش يعني، وتلعب بنفس الروح ونفس يعني نفس التكتيك اللي بنلعب بيه دايما كل ماتشات. الحمد لله الماتش النهارده ما كانش صعب، وما فرقه في اخر الدوري، بس تعليمات كابتن صابر كانت ان احنا نلعب جامد ونادي ونلعب برجوله لاخر الماتش، يعني مش عشان هم فرقه ضعيفه يعني نقسم مستوانا، لا احنا بنلعب باخر مستوانا، هدفنا تحقيق الدوري، ويعني السكورات الكبيره دي بتوصل رساله للفرق الثانيه ان احنا جاهزين في اي وقت. الحمد لله النهارده كسبنا وفضل لنا يعني، احنا الماتش النهارده ممكن يكون مش قوي قوي يعني، بس كابتن صابر شغال معانا ان احنا النهارده بننفس حاجات معينه للماتشات اللي جايه، هفضل لنا ماتش بكره مع فريق اسيوط الرياضي، وفضل ماتشين كمان في الدوري، بعد كده نخش التصفيات على النهائي ان شاء الله، النهائيات 4 فرق، فاحنا اهوت بنشتغل ان احنا نعلي مستوانا واحده واحده، وفي نفس الوقت برضو كتمارين بنشتغل مع الدرجه الاولى ومع كابتن صابر ومع كابتن طارق برضو فوق في الدرجه الاولى، وربنا يسهل باذن الله. الحقيقه انت عايز تبقى بطل، يبقى ما تبصش على اسم الفرقه اللي انت بتلعبها، كل الاحترام والتقدير لاي فرقه بتلعبها سواء في اول الترتيب الدوري او في الاخر، ولكن اللعيب او شخصيه البطل ما يبصش للترتيب. وخليني ارجع لحته كنت قلتها قبل التقرير، انه طبعا انتظار في قرار طبعا اتحاد كره اليد او اللجنه المؤقته دلوقتي لاداره كره اليد في مصر. خليني افكركم بموقف للنادي الاهلي، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي اللي هو على راس منظومه الالعاب الاخرى او النشاط الرياضي في النادي الاهلي، لو تفتكروا كان في قناه النادي الاهلي هنا واحنا بنغطي دوري المرتبط كره السله، قال ان انا بطالب اتحاد السله بتاجيل الاهلي والاتحاد رجال عشان كان عنده اصابات، عندنا احنا اصابات يعني في النادي الاهلي، والاهلي وسبورتنج سيدات عشان سبورتنج عندها اصابات، وقال انا مش هبقى سعيد ابدا ان انا اكسب سبورتنج وهي ناقصه، انا عايز العب مباراه يبقى فيها الفريق الخصم كامل. اذا سياسات النادي الاهلي واحده ما بتتغيرش، وساعتها اتحاد السله رفض انه ياجل مباراتين، ولعبنا طبعا كاملين في السيدات ولكن ناقصين في الرجال، ومع ذلك كسبنا. بس اللي عايز اقوله لحضراتكم انه موقف انا يعني تذكرته وحبيت افكركم بيه، ان احنا او النادي الاهلي او المسؤولين في النادي الاهلي مش بيبقوا سعداء موقفنا واحده، ف
في كل شيء، مفيش على حسب انت مصلحتك فين. وكنا بنطالب ان احنا بنلعب الدوري واحنا ما كناش اول. في حاله كره اليد لما حصل الاجتماع في الجمعيه العموميه او اجتماع زي اللي حصل في اتحاد الكره النهارده، حصل في كره اليد بعد استئناف النشاط في شهر 7 اللي فات 2020، قلنا ان احنا مع استئناف الدوري كره اليد واحنا كنا ترتيبنا الثاني. طب قلنا كنا النادي الوحيد من 19 نادي، والجامعات العموميه الثانيه سله طايره يد اي حاجه قلنا نفس كوره، قلنا نفس الكلام احنا مع عوده النشاط ومع سياسه الدوله بتحريك النشاط. طيب خلينا نروح لكره اليد سيدات. زي ما قلنا ان الحمد لله توجنا بكاس مصر 27-20، فوزنا على نادي الزمالك. وطبعا المباراه اقيمت على صاله 6 اكتوبر في او صاله شباب الرياضه ب 6 اكتوبر. دي طبعا صوره الكابتن يحيى يوسف المدير الفني في اثناء المباراه. الشوط الاول كان انتهى 13-8، عشان يثبت لحضراتكم الكلام اللي انا قلته ان احنا يعني كنا متسيدين المباراه منذ البدايه. الماتش طبعا كان مهم لانه كان خلاص نهائي. طب بقيه المنافسات، احنا اول الدوري لعبنا رايح جاي، هناخد اربع ان شاء الله، احنا بطل باذن الله، فرق 7 نقط بنسبه كبيره جدا خلاص ان شاء الله. هيتاخد اربع فرق البدايه تقريبا، الاهلي، سبورتنج، الشمس، وبالتالي فرقه رابعه كمان ممكن تبقى معانا. هيبقوا الاربع فرق هنلعب دوري السوبر لكره اليد. فطبعا ان شاء الله منتظر من الفرقه دي ان هي ان شاء الله ان شاء الله ما تخسرش بطوله. طيب خلينا فاضل لنا كمان ماتش في بطوله المنطقه مع فريق نادي الشمس، يعني لسه في 3 بطولات بس بطوله المنطقه. يعني نكسب الشمس نبقى بطل المنطقه، يعني عندنا 3 بطولات لسه احنا بنلعب فيهم، بطولتين لا الدوري وبطوله المنطقه. طيب هنروح لكره السله رجال. الحقيقه كابتن اشرف توفيق المدير الفني للفريق لجأ للمحاضرات، محتاجين الفرقه تتكلم مع بعض كتير، محاضرات فنيه، اخطائنا ايه، بيشغل فيديوهات، انت ما عملتش دروب هنا، انت شوت كره مستعجله، انت خلي بالك تقفل هنا، نلعب زون، نلعب مان. بدا يبقى فيه محاضرات، بقى فيه كوميونيكيشن بينه وبين اللعيبه، وده عشان ياثر الوقت فيه، لانه عنده اصابات، واللي بيرجع بيبقى مش جاهز، واللي مصاب بيرجع يتصاب تاني. وشفنا ايهاب امين في المباراه بيلعب بماسك اول مباراه ليه بعد الكسر، صباعه يتكسر ويطلع، مش يتكسر، اتخلع، يحط كبيره وينزل يلعب. حتى اللعيب يعني النجم بتاعنا او لاعب من النجوم مش اتصاب في المباراه بعد اصابه، حتى هو بكى بعد الماتش وقلنا لكم. طبعا فرقتنا في الترتيب السادس، واكيد ده مش اللي احنا عايزينه، يعني الترتيب السادس اكيد جمهور النادي الاهلي مش عايز كده، واحنا كمان مش عايزين كده، وعايزين النادي الاهلي يبقى في الصداره. بس يا جماعه احنا لا نملك غير الدعم. احنا بنتكلم، انا واحد من الجمهور، انسوا ان انا هيثم السعيد، ان انا بتكلم مع حضراتكم من قناه الاهلي، انا واحد من الجمهور لازم ادعم فرقتي. النادي الاهلي حاطط ايده على المشاكل، عارف المشاكل فين وعارف هيعالجها ازاي، وده ثقتنا دائما ابدا في اداره النادي الاهلي. ولكن احنا كجمهور يعني لازم ندعم. وانا والله هنا على الترابيزه دي انا بتعامل كاني واحد من الجمهور، ماليش اي اهداف تانية غير ان النادي الاهلي يبقى في الصداره، ودعم الفريق كره السله مش جاي من منطلق حاجه تانية، جاي من منطلق ان لازم ندعم لنهايه الموسم زي ما حصل وبيحصل في النادي الاهلي، وشفنا الكره اكبر مثال. الدعم لنهايه الموسم، وعندنا ثقه ان شاء الله هم قادرين ان يرجعوا يفرحونا. والفرقه دي كسبت المرتبط، وفي بطوله سوبر السنه اللي فاتت خسرنا في اخر ثانيتين، ولو وفقنا في رميتين كنا نكسب، يعني الفرقه في الفاينل، والسنه اللي فاتت وصلنا الفاينلز، يعني كنا فاينل كاس، فاينل سوبر، يعني قصدي اقول الفرقه عندها. ينقصنا التوفيق بس الدعم، واحنا هنظل على دعمنا ان شاء الله، وعندنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين. هنروح لكره السله سيدات. يمكن كان في هزيمه مفاجاه من نادي الجزيره 79-76، طبعا ده في الجوله 11 في دوري السوبر، كان الماتش اتلعب على صاله مركز شباب الجزيره اللي هو ملعب نادي الجزيره. وباذن الله الماتش اللي جاي هيكون يوم السبت اللي جاي مع نادي الشمس باذن الله. وزي ما قلنا لحضراتكم ان الفرقه فيها بعض الاصابات، نادين السلعاوي يعني احد الاعمده برضو مصابه وبتتجهز، عندنا طبعا كايلا كانت عندها شد الماتش اللي فات، فوارد جدا، والسله وارد جدا تخسر مباراه وترجع تاني. الفرقه دي نفكركم واخده بطوله المنطقه في بدايه الموسم، واخده كاس الدوري المرتبط، واخده كاس مصر، 3 بطولات. فيعني الفرقه واخده 3 بطولات ولسه بننافس على كاس مصر السنه دي والدوري السوبر. كل الدعم للفرقه، واحنا ثقه برضو ثقه في الكابتن علي هاشم المدير الفني واللاعبات، ولسه احنا داخلين في الجد، شهر مارس، ابريل، مايو، خلاص ده الجد، ولازم ان شاء الله الفرقه كلها تستعد بقوه. طيب هنروح للكره الطائره. تابعنا مباراه طبعا يوم الاثنين اللي فات، مباراه الاهلي وطلائع الجيش، فوزنا 3-1، طبعناها على شاشه قناه النادي الاهلي، طمنا على الفرقه. بالمناسبه عبد الله عبد السلام الحمد لله اللي عنده كدمه بسيطه جدا في الكتف في الترقوه،
واشعه الاكس راي طمنتنا عليها، وهيكون موجود ان شاء الله في مباراه القناه اللي جايه اللي هتتلعب يوم الجمعه القادم، وده اخر استعداد قبل مباراه الزمالك الحاسمه يوم الاثنين. ممكن كابتن محمد مصالح ميدو يرى ان هو يريحه، وارد، بس اللاعب حالته كويسه والحمد لله ما عندناش اصابات بشكل كبير، واحنا في الترتيب الثاني برصيد 22 نقطه ولينا ماتش مؤجل مع نادي الترسانه. وفكركم ماتش الترسانه كان المفروض يتلعب الاربع النهارده، ولكن بناء على طلب النادي الاهلي انه يبقى من اللعب يعني من اللعب النظيف او من الفير بلاي ان انا العب مباريات قدم الخصم، فقبل ما العبه اللي هو اللي بنافس معاه اللي هو مباراه يوم الاثنين القادم نادي الزمالك، ما تلعبنيش مباريتين واروح له ابقى رايح مجهد. فالنادي الاهلي طلب انه يتاجل المباراه، وطبعا اتحاد او اللجنه المؤقته لاداره اتحاد كره اليد بقياده الدكتور سامي حمدي كره الطائره استجاب للطلب وقال طبعا انه ايه اجل المباراه، وده حق شرعي ما حدش يقدر يقول اي حاجه، ولكن دائما ابدا النادي الاهلي بيتدور على ايه الفير بلاي. هو يعني صعب تلعب مباراتين اربع وجمعه وتروح تلعب مباراه الاثنين. فان شاء الله نتمنى التوفيق طبعا في مباراه القناه القادمه، ونتمنى التوفيق طبعا في مباراه الاهلي والزمالك القادمه ان شاء الله. وبالمناسبه اتنقلت من صاله نادي يعني هو كره اليد او الاتحاد المؤقت لكره الكره الطائره بقياده الكابتن سامي حمدي، شاف انه من المصلحه او مصلحه اللعبه انه مباراه الزمالك اللي هتتلعب في صاله عبد الرحمن فوزي في 100 عقبه، والمباراه اللي تلعب عندنا على الامير عبد الله الفيصل في صاله النادي الاهلي، المباراتين يتنقلوا على ملعب محايد. هنلعب يوم الاثنين على ملعب محايد، وحد ال 80 فرد هيخشوا لكل نادي، وطلب من كل نادي يبعت قائمه بال 80 فرد، 80 فرد شاملين الجهاز الفني والطبي والاداري ومجلس الاداره، الاسامي اللي هيحضروا، والمباراه هتكون على صاله المقاولين العرب. المباراه لغايه دلوقتي اللي جايين هتبقى الساعه 6 ان شاء الله يوم الاثنين. مفيش اي حاجه، دي كل المعلومات اللي حوالين المباراه. نتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي. هنروح لكره الماء. كره الماء زي ما حضراتكم عارفين كنا من 3 4 سنين بعيد. طيب انا اسف انا فوتت خبر. الطايره سيدات، الطايره سيدات راحه قبل مواجهه الشمس بالدوري. طبعا الفريق الاول لكره الطائره طبعا قياده الكابتن حمدي الصافي واخد راحه من اللعب في الجوله اللي جايه، وهتلعب بعد بكره، يعني الدوري كله الناس الفرق كلها تلعب واحنا مريحين. فرقتنا بتستعد لمواجهه الشمس يوم الاثنين اللي جاي باذن الله. كابتن حمدي الصافي قال ان فرقته جاهزه والحمد لله، باستثناء اصابتين طبعا نرمين المنشاوي احد اهم اللاعبين، وفريد الحناوي برضو لعيبه مهمه جدا، بس السكواد يقدر يغطي ان شاء الله غيابهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل باذن الله. فريقنا متصدر جدول الترتيب العام برصيد 42 نقطه، ولسه عنده ماتش مؤجل مع نادي الصيد. طبعا الفريق بيحلق لوحده في المقدمه، وزي ما انتم حضراتكم عارفين فتيات الذهب، وده الاسم اللي بيطلق على فريق الكره الطائره في النادي الاهلي من كتر الميداليات الذهبيه اللي خدها الفريق. هنروح لكره الماء، معلش الخبر اللي كنا سبقناه. كره الماء زي ما حضراتكم عارفين كنا من 3 4 سنين كنا بعيد عن المنافسات، ولكن تم بناء فريق قوي جدا. كابتن وائل عزت وليد عزت والدنيا كلها عملوا فريق كويس، ومجلس الاداره طبعا عملوا فريق كويس. فزنا على الزمالك بنتيجه 10 7 الفريق الاول للرجال. الماتش كان اتلعب في حمام سباحه في نادي الصيد، وكان ماتش قوي جدا. 10 7 ده يعني كان ماشي لاخر وقت، ما كناش عارفين مين اللي هيكسب، ولكن النادي الاهلي حسم اللقاء. وعندنا طبعا منافسات قويه مع نادي الجزيره ونادي هيليوبليس. نادي الاهلي في كره الماء الحقيقه انتوا لو شفتوا اللعبه يعني بيبقى فيها قوه 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 بدنيه جباره، وعشان تبني لعيب في كره الماء الموضوع بيكون صعب قوي. كده خلصنا اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي، هطلع لفاصل مع حضراتكم ونرجع نكمل اخبارنا المحليه والعالميه، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، هنروح لاخبارنا المحليه. طبعا راس اخبارنا المحليه، احنا كنا يعني من يومين بنقلب في الميديا وفي الاخبار، فوجئنا طبعا بتعيين لجنه مؤقته لاداره اتحاد كره اليد حتى الانتخابات القادمه من قبل الاتحاد الدولي برئاسه الدكتور حسن مصطفى. طيب هنقول اسامي اللجنه وهقول لحضراتكم السبب كان ايه. طبعا تشكيل اللجنه جه كالاتي: محمد الامين رئيس، نبيل خشب امين صندوق، وبالنسبه للعضويه عاصم السعداني، ايمن صلاح، مؤمن صفا، عبدو عبد الوهاب، محمود العدل، عمرو فتحي. وده طبعا جه بعد طبعا ايام بعد ايقاف المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد. وخلوا لي بس يا جماعه الجواب ده عشان عايز اعلق عليه. وطبعا بعد ايقاف المهندس هشام نصر سنه عشان طبعا اخترق الفقاعه، وهجيب لكم كمان ايه كمان حصل في سكواش بخصوص حاجه زي كده كمان. طيب الاسباب مكتوبه في النقطه 1 و2 في ده الايميل او الليتر اللي جه، شايفين تحت في رقم 1 و2 مكتوب باللغه الانجليزيه. دول اسباب اللي سادت عليه او الاسباب القانونيه اللي سادت عليها الاتحاد الدولي لحل او لاستبدال المجلس بلجنه مؤقته. ايه رقم 1؟
مكتوب فيلير تو اوبتين زي اي اتش اف ابروفال اون ذا 2017 اي اف اي اتش اف ستاتوس. يعني ايه؟ يعني قال لك ان من السبب الاول انه الاتحاد المصري فشل انه يعتمد لائحته الداخليه اللي عملها سنه 2017، وده فيوليتنج او حصل يعني حياد عن الماده رقم 8.1.6 وفي لائحه الاتحاد الدولي. ادي اول خطا استند عليه الاتحاد الدولي. طب الخطا الثاني قال لك الفشل في ملء الثلاث او مركز، او كان تعرفين الاتحاد كان فيه ثلاث اماكن شاغره، كابتن خالد العوضي خرج بالاستقاله وفي اثنين كمان منى امين ومصطفى شوقي، الثلاثه خرجوا لاسباب مختلفه بس كان فيه ثلاث اماكن شاغره. الاتحاد الدولي شاف انه الاتحاد المصري فشل انه يملى مكان الثلاثه دول، وكان عنده جمعيه عموميه اتعملت في 2020، كونجرس اتعمل في 2020، دي نقطه رقم اثنين انا بترجم لكم على طول، كان عنده جمعيه عموميه اخيره في 2020 وهو كان مديله سماحيه يستبدل الثلاثه دول او يتم املاء الاماكن دي، ولكن الاتحاد المصري كره اليد ساعتها برئاسه مهندس هشام نصر تغاضى عن ده وما عملوش، وده في فيوليتنج لمواد معينه، الماده رقم 42.2 في لائحه، والماده رقم 53 في لائحه الاتحاد الدولي لكره اليد. يمكن ده حصري عندنا في برنامج الابطال، الاسباب اللي ادت قانونيه اللي ادت لحل او حل مجلس اداره الاتحاد من قبل الاتحاد الدولي، سببين قانونيين. اول حاجه تاني بعيدهم من حضراتكم انه ما اعتمدش لائحته الداخليه. انت الاول لا يعني ايه لائحه داخليه؟ يعني بتعمل لائحه داخليه للاتحاد بتعتمدها من جمعيتك العموميه وبتبعت تبعتها للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي اعتمدها وبترجع بعد كده اللجنه الاولمبيه المصريه تعتمدها. هو ما عملش كده، الاتحاد ما عملش كده، وده مخالف للائحه الاتحاد الدولي لكره اليد. ونفس الكلام كان في ثلاث اماكن شغيره ما تمش، وجالك فرص جمعيه عموميه وفرص جمعيه عموميه ثانيه كان اخرهم 2020، وانت ما عملتش انتخابات على الثلاث اماكن دول، فده فيوليتنج عن ارتكلز معينه جوه لائحه الاتحاد الدولي او مواد معينه جوه الاتحاد الدولي، وكان بناء عليه السببين دول تم استبدال اللجنه المؤقته. كل التوفيق للجنه المؤقته، كره اليد لعبه مهمه جدا، ونتمنى طبعا ليهم التوفيق لاداره الملف ده حتى الانتخابات القادمه اللي هتبقى بعد اولمبياد طوكيو 2020. طب خلينا نروح للخبر اللي بعد كده، نروح لمنتخب الريشه. منتخب الريشه عندنا منتخب قوي جدا ومؤهل طبعا لاولمبياد طوكيو، ومش ما تأهلش بس مرشح انه يتأهل لاولمبياد طوكيو قريب جدا، واحنا قريبين جدا جدا كمان وتأهلنا كمان لبطوله العالم. خليني بس اقول لحضراتكم الخبر، منتخب الريشه الطائره يصل الى برمنغهام للمشاركه في بطوله انجلترا الدوليه. منتخبنا الوطني الاول للريشه الطائره وصل اول امبارح لمدينه برمنغهام الانجليزيه للمشاركه في بطوله انجلترا الدوليه، واللي مدرجه من ضمن البطولات الدوليه المؤهله لاولمبياد طوكيو اللي جايه. البطوله هتتلعب من الفتره من 17 ل 21 مارس. قائمة منتخبنا بتضم ثلاث لاعبين، أدهم حاتم الجمال، هادية حسني، ضحى هاني، وهيلعبوا في منافسات زوج السيدات والزوج المختلط، يعني هم لاعبتين ولاعب، فهيلعبوا زوج السيدات والزوج المختلط. اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي ركز على ثلاث لعيبة دول بهدف تأهلهم للأولمبياد اللي جاية. بطولة برمنغهام مهمة جدا فيها درجات عالية، لو نجح المنتخب إنه ياخد فيها مركز متقدم هيقربوا أكتر وأكتر لأولمبياد طوكيو. العالم كله بيبقى فيه تصنيف عالمي، يعني الفرق الثلاث لاعبين دول مؤهلين ان هم يروحوا طوكيو. ومن ايام كان الاتحاد الدولي اللعبه اعلن تاهل مصر لمنتخب مصر الريشه الطائره بطوله كاس العالم للفرق، واللي هتتلعب الصيف اللي جاي في الصين، يعني اوريدي تاهلنا زي ما قلت لحضراتكم. بعد تصدر منتخبنا الوطني التصنيف الافريقي في كل المنافسات، فرد الرجال، فرد السيدات، زوجي رجال، زوجي سيدات، زوجي مختلط، بس احنا رايحين طوكيو بزوجي السيدات وان شاء الله زوجي المختلط. هنروح للسكواش. فاكرين الخبر اللي كنا قلنا ان المهندس هشام نصر تم طبعا ايقافه بسبب اختراق الفقاعه؟ اتحاد الاسكواش الدولي البي اس اي او اتحاد الاسكواش المحترفين استبعد نوران جوهر دي صورتها من بطوله بلاك بول اللي بتتلعب في مصر للسيدات، وهي المصنفه الثانيه عالميا، استبعدها ليه؟ عشان اخترقت الفقاعه. طب يا كابتن هيثم، هي اخترقت الفقاعه، خرجت بره، راحت سلمت على حد، خرجت تاكل بره مثلا، روحت البيت جابت حاجه؟ لا خالص، ده كل اللي عملته راحت الجيم اللي جوه الملعب او اللي جوه ملعب بلاك بول، راحت اتمرنت تمرين، عملت تقويات قبل ما تلعب. فطبعا الجيم ده بره البابل، هو الجيم المكان نفسه مش جوه البابل، هي راحت عملت تقويات، طبعا هم موفرين لها جيم جوه البابل اكيد من غير ما اعرف ومن غير ما اسال، موجود، ولكن
هي راحت كان عندها مباراه نسيت، راحت الجيم اللي في بلاك بول عملت تقويات ومش جابوا الكاميرات جوه النادي ولكن بره البابل، راحت جابوا الكاميرات فرغوها لقوا نوران خرجت من الفقاعه استبعدوها فورا بدون اي التماسات بدون اي شيء. وهو ده اللي بقول لحضراتكم ان اختراق الفقاعه انت بتهدد سلامتك وسلامه الاخرين للخطر، والموضوع ده ما فيهوش تهاون. وزي ما قلت لحضراتكم دائما ابدا انه سلامه اللاعبين هي الاساس وسلامه المنظومه هي الاساس قبل المنافسات. اهلا بحضراتكم من جديد، ولو فاكرين من بدايه الحلقه لما كانش تابعنا كنا قلنا ان الرياضه حاجه مهمه جدا في حياه المواطن او الانسان، وقلنا لكم ان الايج جاست نمبر، انت اسلوب حياتك هو اللي بيحدد حالتك الصحيه ايه. وقلنا على الاساتذه او بطوله الاساتذه في كاس مصر، النادي الاهلي اخذها منذ ايام، وقلنا الاساتذه دي بتبقى اعمار مختلفه، ممكن بعد ما تبطل 28 29 سنه لغايه ربنا يديك الصحه كل ما تقدر تعوم تعوم، وبيبقى فيها منافسات شرسه، والنادي الاهلي عنده مجموعه كبيره جدا من السباحين. طبعا هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، بس في البدايه برحب بضيوفي الكابتن مي عاطف، طبعا لعيبه النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ودلوقتي لعيبه النادي الاهلي في الاساتذه. ازيك يا مي؟ اهلا بحضرتك، منوره قناه النادي الاهلي. منور حضرتك. اقول لك يا كابتن ولا اقول لك يا باشمهندسة؟ الاثنين ينفعوا. لا طبعا يعني اللقب الاقرب اليك طبعا احنا نقوله لك. برحب طبعا باحد نجوم النادي الاهلي سواء في السباحه، كان لاعب ووتر بولو خلي بالكم، مش سباحه بس، كان ووتر بولو، بس الووتر بولو ما فيهاش اساتذه، فقرر انه يلعب او يشارك في الاساتذه للسباحه. معانا الكابتن منتصر عوض، اهلا بك يا كابتن. اهلا بيك والف مبروك، يعني ما شاء الله اللهم صل على النبي. الميداليات دي يا جماعه طبعا تخص كابتن منتصر وتخص طبعا كابتن مي، والكؤوس اللي انتم شايفينها يعني حاجه جميله جدا. مي طبعا ليديز فيرست، اجي لك الاول. كلميني عن تاريخك، انت ليكي تاريخ كبير وكنت بطله افريقيا في السباحه العمومي، كلميني على الاول عن بدايتك. طيب انا اولا بدات من وانا طفله، بابايا الحمد لله لعبنا كلنا رياضه انا واخواتي الولدين مصطفى ومروان. بدات العب رياضه من 4 سنين، كنت بلعب سباحه وجمباز مع بعض لحد 11 سنه. ايوه، ولعبت فتره خماسي ممكن سنتين ثلاثه في الفتره التين ايجر برضو، ولعبت سباحه بالزعانف واخدت فيها بطولات عالم، كاس عالم ما شاء الله، ودخلت منتخب السباحه من وانا عندي تقريبا 13 سنه بشارك مع العمومي المنتخب لحد تقريبا ممكن يعني من سنتين ثلاثه فاتوا تقريبا، واتجهت بعد كده يعني بقيت بقى في الاساتذه مع العمومي مع بعض. يعني بتلعبي عمومي لسه؟ لا بس ولا بطلتي؟ لا نقدر نقول بلعب، هي بطوله واحده بس اللي ما نزلتهاش، بس يعني بلعب الاثنين لحد دلوقتي. ليكي ماراثون طويل في الرياضه، ده انت تعبتي بابا وماما قوي يعني، يا عيني راحوا وراكي كل الملاعب وكل الحمامات والسباحه وكل حاجه صح؟ كل البلاد وكل حاجه ما شاء الله. لا حاجه مشرفه جدا، وكل ده طبعا انت مهندسه معماري الحمد لله، يعني جامعه ما شاء الله بين العلم وبين الرياضه، فدي حاجه كويسه جدا. هي بصراحه انا بشوف ان الرياضه برده من الحاجات المهمه قوي فعلا، بتساعد الشخص ان هو بينظم وقته وبيبقى يعني عنده بلان كده لكل حاجه. يمكن حتى انا بشوف الناس اللي حواليا ممكن يبقى عندهم التايم مش بيحسوا بيه قوي. صحيح. الرياضي بجد بيحس فعلا بكل دقيقه وبيقدر الوقت جدا. بالظبط، برافو عليك يا مي بجد. طب كابتن يعني منتصر، حضرتك كنت لعيب ووتر بولو وابيت ان انت تبطل رياضه، لا كلمني عن القصه برضو زي ما هي. لا انا ما ابيتش ولا حاجه، ولا حضرتك يعني من سن 5 سنين ما شاء الله، دلوقتي انا عندي 67 سنه كنت اديك الصحه يا كابتن، ما بطلتش، مارست سباحه ومارست جمباز كمان. انت غششت دايفنج؟ لا دايفنج ما شاء الله. بعد كده ركزت في السباحه لغايه 13 سنه، بعدين اتجهت للوتر بولو من 15 سنه ما شاء الله. دخلت منتخب مصر وقعدت في منتخب مصر لغايه 39 سنه. تسعة من 15 سنة ل 39 سنة. سنة 36 ما شاء الله. ف لعبت سنة 82 بطولة عالم كرة مية، ولعبت بطولة عالم تانية سنة 91 في بيرس في استراليا. طبعا لعبت بقى بطولات بحر ابيض اثنين بطولات افريقيا 7-8 مرات بطولات عربيه. طب بتلعب الاساتذه من قد ايه يا كابتن؟ والله احنا الاساتذه ابتدت فكرتها سنه 98
وكنت انا وطبعا اللواء دوري عبد القادر الله يرحمه ده كان استاذنا طبعا. واول بطوله عالم طلعها منتخب مصر سنه 2000 كانت في ميونخ. كنت فيها؟ في ميونخ طبعا ما شاء الله. واحنا من ضمن المؤسسين انا وكابتن دوري عبد القادر طبعا. كان في حماده قنديل طبعا الله يرحمه في الجزيره طبعا. وكان في كمال منظور من اسماعيليه، في بعض يعني ناس افاضل طبعا. الدكتور فتحي الجندي كان سكرتير اتحاد السباحه فساعتها عمل مجهود برضو معانا. وطبعا الكابتن يحيى البهنساوي من ضمن الناس اللي كانت معانا. اسامي كبيره جدا طبعا ما شاء الله طبعا ما شاء الله طبعا. طب كابتن احنا عملنا تقرير عن الانجاز اللي حضراتكم عملتوه في كاس مصر، خلينا نشوفه مع الساده المشاهدين. اعزائي المشاهدين عملنا تقرير عن الانجاز اللي اتعمل للاساتذه في كاس مصر، خلينا نشوف التقرير ده على حضراتكم ده. توج فريق رجال السباحة بالنادي الأهلي بكأس مصر للأساتذة، والتي أقيمت على حمام السباحة الخاص بنادي نيو جيزة خلال الفترة من 11 وحتى 13 من مارس الجاري. في البطولة التي شارك فيها 480 سباحا وسباحة من 19 ناديا تنافسوا جميعهم على الفوز بلقب البطولة. حصد الشياطين الحمر المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة بعد نادي الصيد المصري، حيث حصل فريق رجال الأهلي على 74 ميدالية ذهبية، مما منحهم صدارة الترتيب العام والتتويج بكأس البطولة للرجال، فيما حصدت سباحات الأهلي 17 ميدالية ذهبية، مما جعلهن يحصلن على المركز الرابع في الترتيب العام. وحصل 9 سباحين من المارد الأحمر على جائزة أفضل سباحة في البطولة، ولكن في أعمار مختلفة، فيما تميزت مي عاطف نجمة الأهلي في التتويج بجائزة أفضل سباحة في مرحلة ما بين 30 و34 سنة عقب تتويجها ب5 ذهبيات في منافسات الفردي، حيث توجت بذهبية 50 و100 متر ظهر و50 متر صدر و50 متر فراشة و100 متر متنوع، إضافة إلى فوزها بذهبيتي وفضيتي التتابع مع الفريق. ويأمل مسؤولو قطاع ألعاب الماء بالنادي الأهلي بقيادة وائل عزت في الهيمنة على البطولة سواء على صعيد الرجال أو السيدات في قادم السنوات. أهلا بحضراتكم من جديد كابتن. يعني منظر حلو وحاجة جميلة. يعني حضرتك كنت بنتكلم أثناء التقرير عن أعمار سنية مختلفة، لا حضرتك ممكن تكلمني عن اعظم السباحين اللي عندنا النهارده في الاساتذه في مصر وكمان في النادي الاهلي؟ اكيد والله هو الكابتن اللي موجودين حاليا كابتن احمد حماده من نادي سبورتنج. قول الاعمار برضه يا كابتن عشان الناس تسمع وتشوف. هو بيلعب من مرحله 85 87 85 87 89 86 85 89 89 89. هي الايدج جروبس بتبقى كل خمس سنين. بيبقى ايدج جروب بينافس بعضه من اول 25. الايدج جروب حضرتك بيبتدي من 25 ل 29 لغايه لما يوصل 85 89 وفي 90 94. ما شاء الله. فكابتن احمد حماده طبعا من لسه بيعوم لغايه دلوقتي طبعا كان في البطوله اللي فاتت وخد احسن سباح في المرحله بتاعته ما شاء الله. كابتن محفوظ طبعا جرجس من النادي الاهلي ده مرحله 85 89، وفي بس ما اشتركش البطوله دي الدكتور احمد ابراهيم من نادي الجزيره برضه ده 90 94، هو عنده 92 سنه. اللي هو علي كامل طبعا من النادي الاهلي، هو كان بس في وعكه صحيه ما قدرش يشترك من ابطال النادي الاهلي برضه مرحله 80 84. ودول ابرز السباحين احنا عارضينهم على الشاشه للساده المشاهدين. فاذا عندنا جميع الاعمار، يعني برضه مي يعني ما شاء الله يعني حاجه كويسه جدا دايما. بس انت كان عندك لسه في السباحه، ايه اللي خلاكي تقولي لا كفايه كده انا مش هلعب بطولات دوليه او عالميه كمان؟ هو بصراحه انا ما قلتش مش هلعب يعني ستيل بسافر، بس ممكن يبقى في الاكتر تبع الاساتذه طبعا. بس هو السباحه فعلا لعبه يعني صعبه قوي والفروقات فيها بسيطه قوي طبعا. ساليه
تفرق جزء من الثانيه اجزاء من الثانيه فعلا جزء يعني جزء من الميه من الثانيه ده حاجه كبيره جدا. فالسباحه برضو محتاجه اسلوب حياه معين وتمرين معين، عشان كده ممكن نلاقي اغلب الناس اللي سافرت بره هي المستوى بتاعها برضو اتقدم شويه اكتر من اللي في مصر بسبب الظروف عامه بتاعه الحياه، بتاعه الدراسه، بتاعه الطريق، بتاعه كل حاجه. فهي بتبقى ممكن فرص يعني نسميها اكتر فرص، وكل واحد بتجيله الفرصه بتاعته يعني. طبعا بس طبعا. بس انت محققه في اي حاجه بتروحيها بتنجحي الحمد لله. الحمد لله. كده بتلاقيهم على طول حتى ينجح. طب انت ليك اخ مصطفى صح؟ مصطفى. ومصطفى مهندس مظبوط وقعد في امريكا فتره. لا هو كان بيشتغل في قطر كشغل مهندس. كشغل بعد ما خلص دراسته. بالظبط. طب يعني كلميني عن برضو لما بليك اخ برضو الرياضه، انتوا عيله رياضيه يعني انت واخوك، انتوا كنتوا برضو الاثنين سباحه. بالظبط. يعني دي صوره مصطفى اخوك اهو على حمام السباحه ده في ملعب نيو جيزه برضو. ده البطوله كان حضر الماتشات اللي فاتت. نزل واخد كاس احسن سباح برضو، واخد 5 ميداليات ذهب. ما شاء الله. بجانب ميداليات التتابعات. ما شاء الله. طبعا بيدعمك و على طول اكيد على طول. بنشجع بعض يعني. احنا الاثنين بنشجع بعض جدا يعني، حتى لما حد ممكن بينام شويه وحاجه لا التاني صح لازم يصحصح. جميل قوي تلاقي العيله طبعا مترابطه يعني، تبقى حاجه جميله. وكابتن خليني برضو اقول لحضرتك ان الموضوع مش بطولات بس، انت بتتمرن كام تمرين يا كابتن في الاسبوع؟ انا بتمرن كل يوم. ايوه كده يا كابتن. أيوة هي السباحه بصراحه من اللعب برضو اللي بتحتاج كل يوم كل يوم. وممكن لو احنا كمان في السن الاصغر شويه يعني بعيدا عن الجامعات والشغل، بيبقى لازم فعلا صبح وبالليل بجانب كمان الفيتنس والجيم والحاجات دي. ممكن يا كابتن تتمرن صبح وبالليل زي مي كده؟ انا انا بتمرن يا باشا ما ببطلش. ما شاء الله ما شاء الله. خلي بالك كابتن انا مش بقول الكلام ده يعني، طبعا انا متاكد حضرتك بتعمل كده، بس انا حابب الساده المشاهدين يسمعوا. يعني حضرتك بتتمرن تقريبا كل يوم، بتعوم الساعه كام طيب؟ لا الساعه كام دي بلاش. لا ده انا عايز اسمع دي لان انا عارف حضرتك هتقول لي ايه. قول لي الساعه كام؟ طيب ماشي. انا بتمرن الساعه 4 الصبح. طبعا انا يعني بس الساده المشاهدين قبل الفجر يعني كابتن منتصر بينزل يتمرن في حمام سباحه الجزيره يا كابتن ولا فين؟ نادي اهلي الجزيره. نادي اهلي الجزيره الساعه 4 الفجر، يعني الناس نايمه وكابتن منتصر نازل يعوم. يعني انا يومي بيبتدي الساعه 3 الصبح. طب بتنام امتى يا كابتن؟ دلوقتي؟ لا انا عايز حضرتك. لا يا كابتن لا انا عايز حضرتك فايق. انا نايم معاك دلوقتي. لا يا كابتن لا انا عايزك مفوق معايا الحلقه ده، انا مستنيها. لا انا مفوق قوي ما تقلقش. مي بتنامي الساعه كام؟ بس انت تسهري شويه يعني. ممكن 9 اللي هو دلوقتي برضه 9 ده كده سهرتي 9 صح؟ يا خبر ابيض يا جماعه لا هو يوم السباحين بصراحه بيبدا من بدري جدا يعني. مشكله خلي بالك لو حضرتك تشوف السباح غير اي رياضه ثانيه، اولا 5 الصبح بيبقى في حمام السباحه، الساعه 6 بعد الظهر بيبقى في حمام السباحه. تعرف حضرتك يا كابتن وانت بتقول لي 5 الصبح انا نمت. يعني وانت بتقول لي هي لو قلتها كذا مره دلوقتي 5 الصبح 5 الصبح هتنمت. انا مش عايز اقول لك ان الابطال فعلا اولياء الامور. صحيح ده حقيقي. لا بس خلي بالك ما هو انت بس انت كابتن دلوقتي في السن ده انت مسؤول عن نفسك. عارف حضرتك ولي الامر. لا بس هم اللي ليهم برضو البذره الاساسيه يعني. صحيح. هو لولا اول جزء ده ما كانش ولي الامر هيكمل. المشكله ايه؟ انه بيصحي ويلبس ويودي الولد ويودي المدرسة ويروح شغله وبعدين ياخده بعد المدرسة بعد يروح يوديه المدرسة وبعد المدرسة يرجعه تاني النادي. طب يعني بيعمل ايه ولي الامر؟ كده مع اولادك يا كابتن؟ لا. طب ليه؟ مفيش وقت. ما انا عارف الشغل. حضرتك كنت شغال في مجال الطيران. كنت بشتغل في مصر الطيران وكنت بشتغل مدرب منتخب وبشتغل مدرب في النادي الاهلي، فيعني الدنيا كنت في المنتخب يعني الدنيا كانت صعبه. لا ده انا عايز اعرف منك كتير بس خليت على فاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، صدقوني انتظروا الحلقه دي في كلام كتير جدا ممكن يغير حياه ناس كتير، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا عن السباحه والرياضه والاعمار والسن والنظام الغذاء والاكل وكل الكلام ده. مي اجيلك اللاعب ثلاث حاجات: تمرين، نوم كويس، غذا كويس. احنا اتكلمنا عن النوم، بتناموا الساعه 9 وانتوا نايمين معايا دلوقتي بس ما فيش مشكله، واتمرنا عن التمرين والنوم. لسه الغذا، وجبتك الاكل بتاكل ازاي؟
طيب هو الاكل ممكن نقول انا بحس ان هو بيبقى نظام صحي اكتر، ممكن حتى يكون شامل كل الناس مش لازم الرياضي بس، اللي هي الحاجات الاساسيه ان احنا مثلا نقلل الزيوت والحاجات الدهون المضره. زي ايه؟ زي الحاجات المقليه مثلا؟ يعني ممكن في طبعا فاتس مفيده، ممكن زي زيت الزيتون او الحاجات دي اكيد دي فيها نسب كويسه. الكاربس اكيد مهمه للرياضي لان هو بيعمل مجهود فبيحتاج طاقه فبيحرق بالظبط. وطبعا الخضار والفاكهه الفيتامينز، واخيرا بقى طبعا اهم حاجه الميه. ميه اكيد طبعا. الميه مهمه فعلا في كل حاجه، يعني حتى لو في دكتورز لاي للبشره للدايت لاي حاجه كله طبعا بيتكلم عن الميه حاجه اساسيه. انت بتاكلي كم وجبه في اليوم يا مات؟ اربعه. ممكن ما تغششهاش لو سمحت. لا هي بتاخد. انا بصراحه ممكن يبقى عندي اثنين اساسيين، الفطار والغداء. وممكن من اثنين لثلاثه بقى متفرعه كده حاجات بسيطه، يعني فاكهه بقى. طب هسالك سناكس. سؤال مباشر. يعني انا احب دايما ايه الاسئله المباشره. ليكي في المسبكات بقى وال... لا بقى خالص. والكوارع والحاجات دي والناس اللي بتحبها والاكلات المصريه الدسمه دي؟ لا بحب الاكلات المصريه بس يعني بعملها بطريقه مش دسمه. مش دسمه كده. انت بتطبخي يا مال؟ برافو. وعندك وقت ده؟ لا يعني طبعا مش قوي بس يعني بحاول على قد ما اقدر. وماما ماما اللي بتعلمك؟ هي مامتي بس متوفيه من فتره كده، فاضطريت طبعا برضو ان انا اعمل حاجه زي ديت يعني اكون معتمده عليها. انا اسف يعني انا ما اعرفش بس. لا اكيد عادي يعني. طبعا. طيب يعني بدات انت، طب انت بتروحي الشغل بتقومي الصبح بدري تخلصي فطارك بتروحي شغلك يعني انت؟ اليوم العادي بيبقى ان انا بروح التمرين الصبح بخلص، بيكون معايا حاجتي بتاعت مثلا الفتنس بعد الشغل والاكل بتاعي الفطار والغدا، بروح الشغل اخلص الشغل ارجع على التمرين او ارجع على البيت اعمل بقى حاجاتي اللي هي تجهيزات تاني يوم او حاجه البيت بقى العاديه او شغل تاني بره او مشاوير، يعني بيبقى على حسب اليوم بس الاساسي بيبقى تمرين وشغل وتمرين تاني بعد الشغل. ربنا يوفقك يا مي بجد حاجه جميله. كابتن خليني اجي لك حضرتك، طبعا يعني الفتره الزمنيه او العمر مختلف، حضرتك 27 سنة، كلمني عن الغذاء واسلوب الغذاء بتاع حضرتك. ما هو اهم حاجة ان انا بفطر 7:30 الصبح. يا كابتن انت بتقول لي التوقيتات انا نايم بنام منك. لو سمحت قول لي مثلا واحدة 12 ما شاء الله 7:30 الصبح. اكون مخلص التمرين واصلي الفجر واقعد ساعة كده 7:30 بفطر. تمام. فطارك نوعه ايه يا كابتن؟ او نوعية الفطار اللي بتفطر؟ الفطار لازم يكون فيه بصله. برافو. نيه ده نمره. برافو. واحد مناعه ده نمره. ايه تاني يا كابتن؟ وبعدين ممكن يكون فيه جبنه بيضاء، فيه ممكن طعميه. جبنه بيضاء بملح ولا ملحها خفيف؟ لا خلي بالك الحاجات دي لا يعني بالطماطم يعني تقريبا. بتبقى يعني ملح خفيف. هايل. العيش. العيش بلدي ما اكلش فينو ابدا. كام رغيف يا كابتن؟ هو رغيف واحد. كابتن عارف ناس بتضرب ست فطار ست رغيفة في الفطار يا كابتن؟ والله انا عارف ناس صحابي بيضربوا ست رغيفة في الفطار. طيب هل بتضرب رغيف واحد؟ واللي ياخد واللي ياخد 36 رغيف؟ ايوه في الفطار؟ ايوه سندوتشات فول وطعميه 36 كان في واحد عندنا كده بس لا. ايام المنتخب يعني. بالله عليك لا تقول. لا ما اقولوش كابتن. لا 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 هيضحك اصلا هو هيضحك. طب كابتن ما لو بيتفرج قول لي قول لي ايه؟ ما اعرفش هيتفرج ولا لا. طب قول لي هو لما اسمه هيتقال وهيطلع لازم اقول لك عليه؟ عادي ما احنا من ايام المنتخب بس يعني في الكلام ده في التسعينات يعني. طب قول لي يا كابتن. اسمه محسن عياد. كابتن محسن عياد. تحيه ليك يا كابتن محسن. تحيه ليك والله وربنا يديك الصحه. حبيبي جدا. لسه بيعوم معاك؟ لا مش قادر بقى هو يا دوبك بيشتغل يعني في بنك باركلس دلوقتي وراجل جامد جدا يعني. ربنا يحفظه. طب يا كابتن الغدا؟ لا انا بتغدى بعد المغرب. ايه ده فتره بعيده قوي يا كابتن. 7:30 بعد المغرب. طب وفي النص؟ في النص نشرب ميه بقى. لا لا تاكل بقى. ما انا بقول لحضرتك كابتن ده الجوع ممكن يوقعني لو انا قعدنا من 7:30. لا 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 من 7:30 بعد المغرب يا كابتن. يعني داخل في 12 ساعه ما بتاكلش ميه بس؟ لا احنا المغرب الساعه 5 يعني. طب ما هو المغرب بيجي الساعه 6 دلوقتي. الصيف بيجي 7:30 يعني. ما شاء الله كابتن. ميه في ميه وبعدين بقى ممكن تاكل جزر خيار ما شاء الله كابتن. خس. انت كابتن كده تاكل فاكهه زبادي يعني انت غير كده تبقى حرام علينا يعني لان احنا ياما اكلنا بس كنا بنحرق.
ما شاء الله. طب كابتن خليني، احنا عملنا تقرير طبعا كاميرا الابطال عن بطوله كاس مصر لحضراتكم طبعا، او تغطيه كمان كبيره عن البطوله، خلينا نشوفها اعزائي المشاهدين. هنطلع لتغطيه عملتها كاميرا الابطال عن بطوله كاس مصر للاساتذه، خلينا نشوف التغطيه وارجع لحضراتكم تاني. والله هي بطوله الاساتذه من البطولات الممتعه الجميله اللي بترجع الناس والابطال القدام تاني اللي هم كانوا ادوا للنادي الاهلي في جزء كبير جدا من عمرهم بطولات وانجازات، بترجعهم تاني وبتخليهم يفضلوا يمارسوا الرياضه اللي بيحبوها. واحنا كنادي بنهتم بيها، ليها اهتمام خاص سواء من مجلس الاداره او من جهاز النشاط الرياضي بالنادي، بيبقى ليها اهتمام، بيولوها اهتمام خاص، لان دول يعني الناس اللي هم ادوا للنادي كتير قوي قوي، فمن حقهم واجبهم واجبنا واجب النادي ان هو يعني يفضل معاهم ويفضل واقف معاهم لما يكبروا في السن في المرحله الكبيره بتاعت السن بتاعتهم. يعني ان شاء الله البطوله دي مشارك في مرحله 55 59 باذن الله. شاركت في سباق 100 متر ظهر، الحمد لله طلعت الاول، وامبارح كان سباق 50 متر صدر، طلعت الاول برضو الحمد لله ورقم قياسي جديد. وشاركت في التتابعين، التتابع الاولاني 4 في 50 متر حره، اسف 4 في 50 متر متنوع مختلط، طلعنا الاول. وشاركت برضو في تتابع 4 في 50 متر حره رجال، والحمد لله طلعنا الاول. طبعا مشاركات بطوله الماسترز بشكل عام بتضيف كتير قوي للرياضيين، بالذات الرياضيين السابقين، واهتمام النادي الاهلي بها الفتره الاخيره مشجع جدا، بالذات ان هي دخلت في الدائره العام، يعني نقاطها بقت تتحسب، فمعظم ابطال النادي ابتدوا يرجعوا ويعوموا تاني ويشاركوا. في تشجيع من الجهاز الفني بكابتن وائل عزت طبعا ان الناس ترجع وتشارك ويبقى في موتيفيشن كده، ونبقى تيم تاني زي زمان موجود، الناس القديمه والناس الجديده، ان الميكس ما بين الاجيال مش حاجه سهله، لازم يبقى في سيستم، والسيستم ده الحمد لله موجود عندنا في النادي. تاثير البطوله دي اولا هو حاجه تشجيعيه ان الناس تكمل رياضه بعد ما بيبطلوا الفيرست تيم زي ما كلنا حصل لنا في السنين اللي فاتت، والاهتمام اللي احنا بنشوفه من الانديه والاتحاد في الوقت الحالي بيخلي الناس بتفضل محافظه على انتظام الرياضه بتاعها او ممارسه الرياضه بتاعتها. وبعدين بتقلب معانا ان بيبقى نرجع تاني لمود البطولات او الكومبيتيشن، فبتلاقي الناس بقت منتظمه اكتر، في ديسيبلين اكتر، وبالتالي بنبتدي نحاول كل واحد يشوف او يتست نفسه هو عمل ايه في خلال الست شهور اللي فاتوا دي. كنت في المرحله بتاعتي لما كنت بعوم كنت كابتن النادي وكابتن منتخب مصر، وكنت بطل افريقيا وصاحب رقم افريقيا ولعبت الاولمبياد. وطبعا بعد ما خلصنا الكارير في السباحه اللي هي العاديه دلوقتي احنا بنلعب في الاساتذه، انا بلعب في مرحله 50 54، خدت كاس احسن سباح في البطولات اللي فاتت، والبطوله ده هي الحمد لله اول يوم خدت فيه 4 ميداليات ذهب. طبعا احنا دلوقتي عشان خاطر كل واحد عنده الشغل بتاعه، بس بيحاول طبعا يوفق ما بين الشغل والتمرين والاولاد بقى والبيت والكلام ده كله، بس الحمد لله بنقدر يعني ان احنا نوفق بينها عشان خاطر نقدر البطوله الاساتذه دي هي بيبقى فيها طعم تاني غير البطولات الصغيره. انا كنت بطل الرابع على العالم ومعديه المانش مرتين، والرقم لغايه دلوقتي لسه مكتوب باسمي لغايه في محاوله عبور المانش. وبعد كده قعدت فتره بعيد وبعد كده رجعت للماسترز. أنا بعوم من سن 55 ل60. اللي بيبقى بطل ما بيقدرش يطلع عن المية، بالذات في السباحة ما بتقدريش تطلعي عن المية. وبعدين صحة، بنعوم لصحتنا وبنعوم للنادي الأهلي، والبطولات دي بقت لذيذة، وبنسافر وبنيجي، فطبعا السباحة دي حاجة في دمنا فما بنقدرش نبعد عنها. الحمد لله بمثل النادي الاهلي من وانا لسه مولوده يعني. انا بطلت عالم في المسافات الطويله وبطلت بحر ابيض في المسافات القصيره، زائد ان انا طبعا بمثل النادي في الماستر من اول يوم اتعمل فيه الماستر. انا بمثل بقى دلوقتي اللي هو 70 سنه. الحمد لله طبعا النادي لما بيحتاجنا ما بنقدرش نقول لا. 70 80 زي ما يكون ربنا مدينا الصحه، المهم يديها لنا. اي وقت النادي بيطلبنا ما نقدرش نقول لا، حتى لو ورانا حاجه.
فالحمد لله انا شاركت في سباقات وخدت ميداليه ذهب وانا فرحانه قوي طبعا لان البطوله دي بالميداليات. احنا في نادي نيو جيزه بطوله كاس مصر للسباحه للاساتذه. احنا كنادي اهلي مشاركين بعدد كبير من السباحين. دي مش اول مشاركه ليا، دي تعتبر المشاركه للسنه الثالثه ليا في الماسترز. البطوله اللي فاتت حصلت على كاس احسن سباحه في المرحله العمريه 50-54، وكنت واخده فيها 4 ميداليات ذهب وواحده فضه. انا كنت سباح بريست وفراشه زمان قوي وانا صغير، لظروف اصابه في رجلي فما قدرتش ان انا اعوم بريست، فاتجهت للكرول والباك، وكابتن محسن ظبط لي حاجات وصلح لي حاجات، ويعني باشر تدريبي بالمعاونه او بالتعاون مع زملائي وتشجيعهم ليا قدرت ان انا احب السباحه اكتر واستمر في التدريب واواظب. انا اللي بشكر النادي الاهلي لانه بيتابع ابنائه في الصغر وفي الكبر. النادي الاهلي بيرعى ابنائه في جميع الظروف. اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما انتم شايفين يعني ما اقدرش اقول غير شابو، يعني ما شاء الله، وهو ده هدفنا من الحلقه ان احنا نبين قد ايه في ناس عارفه قيمه الرياضه، وفي لاعبين كبار ونجوم كبار عارفين قيمه الرياضه. ما يجيلك يمكن اللاعب برضو زي ما قلنا 4 حاجات مهمه لجسمه، ولكن المينتاليتي طريقه التفكير مهمه ايضا للاعب. كلميني ازاي اشتغلت على نفسك وازاي بتشتغل على نفسك وازاي شايفه نفسك كمان قدام. هو بصراحة الرياضة فعلا بتأثر جدا على الصحة النفسية حتى بتاعة الشخص. يعني أنا ممكن لو في فترة توقفت فيها شوية عن الرياضة لأي ظروف بيأثر عليا، ولما باجي أرجع تاني فعلا بحس في فرق يعني. أكيد بيبقى واضح. طب والمنافسات نفسها، الضغط العصبي بتاع البطولات، الحاجات دي إزاي بتشتغلي على تفكيرك؟ إزاي بتقدري تخلي نفسك عندك ثبات عصبي وانفعالي؟ هو انا بالنسبه لي من الحاجات اللي يعني اللي بتخليني عندي ثبات اكتر كلعبه السباحه ان هي اكتر لعبه رقميه، فانا يعني نقدر نقول ان كل واحد بينافس الرقم بتاعه. كسبت او خسرت اكيد طبعا بيبقى حاجه كويسه، وكل شخص بيبقى عايز يطلع الاول ويكسب، بس في الاخر برضو لما بنيجي نشوف لو انا نزلت مثلا ما طلعتش الاولى وحسنت رقمي اكيد دي حاجه بتخليني مبسوطه بالنتيجه يعني اللي انا عملتها. يعني افهم من كلامك ان التحدي بيجي تحدي الاول ليا انا نفسي، اتحدى نفسي الاول عشان اقدر بعد كده اتحدى الاخرين. مظبوط. طيب خليني انا، انت منتخب مصر في الاساتذه صح؟ مظبوط. شاركتي مع منتخب مصر في بطولات؟ رحت بطولات دوليه وعربيه تبع الاساتذه، غير طبعا اللي هو الفيرست تيم او السينيور اللي هو من زمان بقى من 2006 تقريبا مع منتخب الكبار. طب انت يعني كورونا قللت البطولات العالميه شويه ولا انا غلطان؟ قللت طبعا كتير، وفي حاجات كانت بتبقى مثلا ليها مواعيد وبتتلغي او بتتاجل. يعني واضح طبعا التاثير بتاعها يعني. صحيح. طب خليني انا كمان عايز اعرف عملتوا ايه في كورونا انت او الكابتن، بس خلينا نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا عن فقرتنا اللي بعنوان ايج از جاست نمبر، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن منتصر اجي لحضرتك، احنا كنا بنتكلم عن المينتاليتي، وحضرتك كنت بتقول لي قبل الفاصل حتى نقول لحضرتك لا معلش يعني او يعني اثناء الفاصل هدف الرياضه. هي دي المشكله، ان الناس مش فاهمه هدف الرياضه. هدف الرياضه مش ان انا اكسب ميداليه، لا، ان انا استمر في الرياضه عشان الصحة العامة. ليه؟ عشان أنا بدل ما أروح لدكتور وأجيب دواء وأتعب معدتي، لأن الدواء نصه بيعالج ونصه التاني بيدمر حاجات تانية. فأنا أحسن حاجة أعملها إيه؟ إن صحتي تبقى كويسة. بإيه؟ إن أنا أمارس رياضة. ما بتعرفش تعوم امشي. سهلة دي؟ لا ما تعرفش تمشي بقى، تبقى تقعد في البيت بقى وتاخد أدوية. ما بتعرفش تمشي يا كابتن. لا تاخد أدوية ما بتعرفش تمشي، ما بتروحش تمشي. بس كده. احنا الرياضة مهمة جدا، عشان يعني مش عايز أقول لحضرتك إن يعني معظم الرياضيين
والتغذية المظبوطة ما يجيلوش كورونا لأنه مناعته بتبقى قوية. يعيني عليك يا كابتن والله العظيم الكلام ده من ذهب من ذهب. مش عايز أقول لك يعني الرئيس قال كده مش كده توجه الرئيس قال لك توجه الدولة قال لك التغذية كويسة والرياضة بتخلي المناعة بتاعتك قوية ما يجيلكش كورونا ولا تحتاج بقى علاج ويقول لك بقى 20,000 و30,000 و40,000. أنا بحييك على الكلام اللي حضرتك بتقوله بس لان حضرتك بتكلمني من واحد فعلا دي حياته ده اسلوب حياته بس. وبعدين حضرتك السباحه بقى ليه بالذات؟ عشان حضرتك عندك كام مفصل في الجسم؟ 360 ما تعددهمش يعني خلاص كلهم بيتحركوا في السباحه طبعا. فتخيل انت بقى بتحرك كل المفاصل بتاعتك كل يوم لمده ساعه. طبعا حضرتك عارف ان حركه المفاصل بتزود الايه؟ المرونه بتاعتها؟ لا لان في الغضاريف كل ما بتحركها كل ما بتعيد بنائها نفسها هو ربنا خلقها كده. لو سكتت لو تقف يجيلها تيبسات فيبقى لازم تعوم. ما بتعرفش تعوم هو ده المنتج. امشي في حمام السباحه. بص يا كابتن الفرق بين حضرتك واي حد لا يؤمن باللي حضرتك بتؤمن بيه هي المينتاليتي اللي احنا قلنا عليها طبعا. واللي اتكلمنا عليها مع مي ان المينتاليتي بتفرق من واحد للتاني. وبرده مي انا عايزك تشاركينا برده ان انت اكيد يعني ما شاء الله انت لسه برده مرحله سنيه غير الكابتن طبعا وكده ولسه عندك هل لسه هتحافظي زي ما الكابتن محافظ؟ ان شاء الله طبعا يعني احنا حتى دلوقتي شايفين في اهتمام بسباحه الاساتذه يعني انا بتوقع كده نفسي يكون ده في كل الرياضات. عملت ايه في كورونا؟ عملت ايه في كورونا؟ هو طبعا كان في فتره الناس كلها واقفه لان مفيش تمارين ولا اي حاجه غصب عننا كان في حظر وبتاع وكده بس بعد كده بدات الدنيا بتتفتح شويه. بتتمرني حتى في الفتره دي يعني ما كانش بتقدر تروح حمام سباحه؟ لا ممكن حاجات بقى في البيت يعني لا صورك يا على فكره وانت واخده جوائز و... ما شاء الله ده كان في بطوله العالم. بطوله افريقيا اللي فاتت دي؟ لا دي بطوله العالم للشرطه. بطوله العالم ليه؟ للشرطه ورسالتين شاركت فيها كانت في 2017 ودي البطوله الافريقيه. دي بطوله الالعاب الافريقيه 2015 ايوه مظبوط الكونغو. ايوه دي كنت عامله فيها رقم افريقي جديد لل 50 متر صدر ما شاء الله. وكنت واخده كذا ميداليه بقى يعني بين ذهب وفضه وبرونز وممكن نشوف بقى اللي بعده. انت في صور ثانيه يا جماعه عرضوها المي ودي احنا قلنا دي في بطوله العالم للشرطه. ايوه مظبوط دي كانت سنه كام؟ كانت في ابو ظبي في 2017 ما شاء الله. يعني برضو حاجه يعني يعني برضو اكيد الماديه. فين دي؟ دي نفس البطوله ده كانت في ابو ظبي. كنت واخده المركز الاول في 50 متر حره ما شاء الله. دي فين دي البطوله اللي فاتت على طول؟ دي لسه كاس مصر اللي فات. ايوه مظبوط دي الكوس اللي قدامنا على الترابيزه. مظبوط ما شاء الله. طب عندك ايه اللي جاي بقى يا مي؟ والله هو اللي جاي لسه لحد دلوقتي يعني يعتبر اساتذه كله مفيش لسه حاجه لل اقرب. طب اقرب حاجه ايه يعني ولا لسه مفيش جدول؟ لا مثلاً. ممكن كمان شهرين مثلا يبقى عندنا اقرب بطوله جايه. في الاسبوع الاول في 7 في بطوله في 7 ايه بطوله الجمهوريه ودوليه. هو حاجات قبلها وديه شويه واقف الدوري واقف شويه واقف طبعا واقف عشان كورونا ولا عشان كورونا طب حضرتك برضو نفس البطوله اللي في 7 دي حضرتك تشارك فيها برضو؟ كل الاعمار اي بطوله ان شاء الله نشارك فيها. واستعدادك بيشتغل بعد ما تخلص البطوله ولا تمرينك شغال كل يوم مالوش علاقه بالبطوله ولا مش؟ لا التمرين ما بيبقاش ليه علاقه عندنا في البطوله ما ينفعش. طب انت احنا ممكن كبرنامج انت معاكي كم سباحه في المرحله العمريه بتاعتك في النادي الاهلي ولا انت لوحدك؟ لا بصراحه لا في بس هم مش كتير ممكن مثلا يبقوا في حدود 5. بتتمرنوا مع بعض ولا هم مش مواظبين دايما على التمرين زيك؟ لا هو احنا بصراحه برضو في الماسترز بيبقى كل واحد ليه ظروف شويه السكن الشغل الحاجات دي فطبعا كل واحد بيروح اكتر للحته القريبه ليه يعني عشان يعرف يكمل يومه وكده. وحضرتك نفس الكلام يا كابتن هل في حد بتتمرن معاه بتتفقوا مع بعض بتنزلوا التمرين؟ في بعض الاوقات يعني الناس بتصحى بدري تيجي انما انا معادي ثابت انما في بقى ناس بتيجي الساعه 7 بعد ما الحمام يفضى من الاولاد الصغيرين. عمرك ما قمت من النوم الصبح يا كابتن قلت انا تعبان الجو ساقع مش رايح؟ ما هقول لحضرتك طريقه الصحيان كمان الصحيان دي طريقه طبعا ده الواحد بيقوم يعني يحدف نفسه بس ما بيحدفش انت حضرتك بت 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 بتصحى من على السرير عشان كل الناس كده يعني بيصحى يفتح عينيه حاجه
ويقوم على السرير حاجه تانية بعد ربع ساعه من ما يتمطع ويتعمل كل ده ما ينفعش. امال اعمل ايه طيب؟ اول ما تفتح عينيك تنزل من على السرير اقعد شويه لازم تقعد لا تقعد ازاي عشان الدم يعني اقعد كده اسيل شويه وبعد كده اقوم اقف لا ده عشان خاطر انت ما تشربش ميه كتير فتيجي تدوخ انما غير كده ما تقوليش كابتن انت بت كابتن خبره وطريقه النوم يعني كمان. لو طريقه النوم خلي بالك انت بتعملي كده من غالبا ولا بتقومي على نزلت 8 ل 5 زي حالاتنا لا بصراحه قومي بدري وتجهزي اكلك وتعالي طبعا بابا بقى معاكي عشان تبقى عارف بس عشان تبقى عارف خلي بالك انت عندك مسؤوليات برضو بابا طب اخوك ومع يعني اخوكي معاكي في البيت وكمان اخوكي طبعا تعملي الدنيا وتروحي شغلك وترجعي فطبعا انت تلاقيكي يعني بتصحي الساعه 6 طبعا يعني لو في تمرين طبعا الفجر بصحى بدري ممكن 4:30 كده وبتصحي زي الكابتن كده تقومي تقفي على طول زي ولا زي حالتنا كده لا ممكن 5 دقايق يعني الناس واخده ان هي تتمطع ما اعرفش ازاي كابتن طب ما هو لازم يتمطع يا كابتن يبقى مش هتصحى الساعه اللي انت عايزها زي ما بقول لك كده لما بتبقى ظابط المنبه ما بخلوش يرن ابدا تسحب لي منه ما بيسبقنيش مش عارف ليه كابتن ده يعني ربنا يديك الصحه والله الحمد لله ربنا يديك الصحه ربنا يسترها لا ودي حاجه والله يا كابتن صدقني انا مستمتع جدا والله لان انا عارف ان الملايين اللي شايفينه وبيتفرجوا علينا اكيد بعد ما يشوفوا حلقتنا دي هيتفكروا 1000 مره انه حتى لو هو ما بيقدرش يقوم زي حضرتك بتقول انزل اتمشى صح يعني يا ريت اتمشى ما عنديش نادي مشترك فيه عندي الشوارع امشي الحمد لله دلوقتي بقى الشوارع عندنا كويسه جدا طرق جميله ممكن ينزل العربيات احنا العربيات كلها تربك كله سريعه ما شاء الله بنيه تحتيه قويه جدا في الطرق بس يعني حضرتك بامانه دي حاجه جميله جدا انا عايز بس المشكله الرئيسيه ان الناس فاهمة ان الرياضه لعب طب اقول لحضرتك حاجه احنا فاضل لنا دقيقه 30 ثانيه حضرتك اديني رساله توجهها لكل المصريين او كل اللي ما بيلعبش رياضه او الرياضه جزء في حياته 30 ثانيه الرياضه التزام وانتظام وجديه في الاداء لو هو اتعود من صغره وهو عنده 5 سنين على الثلاث حاجات دول لازم يطلع يا اما مهندس يا اما دكتور يا اما لو راح تربيه رياضيه يطلع دكتور برضه لانه بيبقى ايه اسلوب حياه اكثر التزام وانتظام وانضباط وجديه في الاداء ايا كان هو ايه الاداء حقيقة يا كابتن مي برضه في 30 ثانيه كده نصيحه لكل اللي زيك او كل البنات اللي بيتفرجوا عليك طيب انا دايما نصيحتي بصراحه بتبقى ان احنا نحط الرياضه جزء اساسي من حياتنا زيها زي وقت مثلا اللي هاكل فيه زي الوقت اللي هنام فيه لو حطيتها كده لمده معينه حتى لو نص ساعه وما قلتش ده النهارده مثلا لا مفيش وقت فعلا حياتها هتتغير مي بصراحه انا بهنيكي وبحييكي تحيه كبيره جدا مي عاطف طبعا سبحت النادي الاهلي وسبحت منتخب مصر بشكرك نورتيني وشرفتيني حضرتك شكرا لحضرتك جدا كابتن طبعا منتصر عوض نجم النادي الاهلي الوتر بولو ونجم الاساتذه دلوقتي حضرتك نورتيني وشرفتيني يا كابتن شكرا يا فندم شكرا اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا وزي ما قلنا لحضراتكم ايج جاست نمبر كل واحد بيقدر يحكم على نفسه هو هيبقى سنه كام من اسلوب حياته استنونا ان شاء الله احنا النهارده الاربع استنونا باذن الله الحلقه يوم الاحد القادم حلقه مهمه جدا عيد الام هيكون لنا معاكم مفاجآت كتير استنونا الاحد القادم وحلقه جديده من الابطال